بعد اتهامها بالشذوذ، هبير نبيل تفجر مفاجأة في أول تعليق لها. في أول تعليق لها على الأنباء المتداولة بشأن الشذوذ الجنسي، خرجت الفنانة الشابة هبير نبيل عن صمتها، مؤكدة أن ما تردد حول هذا الأمر ليس إلا إشاعات وافتراءات بسبب الغيرة من بعض نجمات الغناء بعدما حققت كليباتها الثلاثة التي طرحتها في الأسواق نجاحا كبيرا مع المنتج والمخرج حسام بدران، وحققت جدلا واسعا بسبب اللوك الذي ظهرت به وقصة الشعر التي تشبه قصات الرجال وارتدائها ملابس تشبه ملابس الرجال. أضافت هبير في تصريحات صحفية أن هناك نجمة من نجمات الغناء شنت عليها حملة بسبب الغيرة منها والحقد عليها، خاصة أنها من إخراج حسام بدران، فقامت بترويج هذه الشائعات ضدها. وأشارت هبير نبيل في تصريحاتها إلى أن الكل لاحظ ارتداء هذه النجمة لنفس شكل الملابس بدلة رجالي في افتتاح مهرجان الجونة الذي ظهرت فيه هدير بإطلالة مميزة، ولكن الكل تساءل عن سر ارتداء هذه النجمة في هذا التوقيت بالتحديد وبهذا الشكل من الملابس. كما أكدت أنها حاليا غير مرتبطة ولا تفكر في أي نوع من الارتباط، حيث أنها لا تفكر إلا في أعمالها ونجاحاتها فقط، لافتة إلى أنها تستعد لتجهيز أغنيتها الجديدة وتعكف على فكرة التصوير التي ستقدمها كما اعتادت في كل مرة. يذكر أن هبير نبيل قدمت مع المنتج والمخرج حسام بدران كليبات هي حكايات الحب، كلمات السيد علي وألحان أحمد الشرقاوي وتوزيع زوم، والثانية نصف فضية من كلمات إسلام مصطفى، ألحان أميرة وتوزيع شريف آسم.